حرب ضروس بين أصحاب الحظوة في إعلام نظام أسد، وآخر فصولها حفصة الناصر أم عمران محررة في قناة سوريا دراما. بدأت القصة بمنشور لحفصة على فيسبوك تشتم فيه وزارة إعلام أسد. سرعان ما استؤصل اسم حفصة من شارات البرامج بحسب ما أعلنت. ساعات بعد ذلك تعلن حفصة أن قرار فصلها من القناة قد صدر، وأكدت عبر صفحتها أن الندم سيكون نصيب من وقع على قرار فصلها. تتراوح عوالم حفصة بين الولاء للأسد وعائلته وإعلامه وميليشياته الطائفية، وبين قرابتها بوزير الإعلام السابق عمران الزعبي، رجل النظام الوفي الذي بدأت علاقته بالنظام من كونه محامياً للدفاع عن حسام حسام الشاهد الملك في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري. حسام حسام الذي وظفته مخابرات النظام لنسف التحقيق في مقتل الحريري وإعادته إلى نقطة الصفر لإبعاد الشبهات عن حزب الله وذيوله في سوريا، والذي بنيت على شهادته السابقة اتهامات وتوقيفات بحق ضباط سوريين ولبنانيين. باختصار، فإن حسام لم يكذب فقط بالسياسة، وإنما ضلل جيرانه وأصحابه وفتيات أحلامه. بعدها احتل الزعبي مكانة خاصة ليكون وزيراً للإعلام، وأحد الذين صاغوا الدستور السوري المعدل عام 2012. مات عمران عام 2018، وترك حفصة في أروقة سوريا دراما على حصته ونفوذه، فصنعت الأخيرة فيلماً رثائياً في نعي واسطتها. ما لم يكن بحسبان حفصة هو أن تصطدم بمدير قناة سوريا دراما غير الحاصل على أي شهادة جامعية، تميم ضويحي، والذي بدوره موجود في وزارة الإعلام كعرفان من نظام أسد لأخته المتوفاة هيام الضويحي، عضو اللجنة المركزية لحزب البعث ونائبة رئيس مكتب الأمانة القطري. يعتبر ضويحي شخصية أمنية داخل تلفزيون النظام، معروف باستدعاء الصحفيين والمحررين للتحقيق معهم في مكتبه وتزويد المخابرات بتقارير عنهم، كما يعرف عنه وعن إخوته في أروقة التلفزيون عدم التلفظ باسم حافظ أسد إلا مسبوقاً بكلمة بابا. ولهذا كله تسلم منصب قناة سوريا دراما. يا ترى من سيفوز في لعبة الواسطات نهاية المطاف؟ فريق عمران الزعبي ممثلاً بحفصة، أم فريق بابا حافظ ممثلاً بضويح إخوان؟